معكم إلى تقرير تالي يكشف لنا ولكم حجم الاستثمارات القطرية السيادية في 5 قارات وبأصول تجاوزت 450 مليار دولار. طبعا هو الرد على من شكك منذ اللحظات الأولى للأزمة المفتعلة على متانة الاقتصاد القطري وتنبأ بقرب انهياره، فلا الله ولا فالك. خلينا نشوف معكم هذا التقرير. 12 عاما عمر جهاز قطر للاستثمار، أعوام تعتبر حديثة في عالم الاستثمار العالمي للصناديق السيادية، لكنها شهدت ولادة أسرع صندوق سيادي من حيث النمو وأكثرها انتشارا جغرافيا ونوعيا. قطر حققت صيتا دوليا فيما يخص استثماراتها ونجحت بفرض نفسها على خارطة الاستثمارات الدولية في فترة قياسية. 450 مليار دولار حجم الأصول التي يمتلكها الصندوق، رقم مهول في عالم الاستثمارات هدفه تحقيق عوائد مالية للحد من مساهمة القطاع النفطي في ميزانية الدولة. بريطانيا الوجهة الأولى للاستثمارات القطرية بإجمالي 44 مليار دولار، أملاك تتضمن متاجر هاروتس الشهيرة وحي كناري وورف المالي في لندن وبرج شارد الأطول في أوروبا، وحصصا في شركة بي اي اي التي تدير عددا من المطارات في بريطانيا وعلى رأسها مطار هيثرو، وحصصا أيضا في بيت الأزياء فالنتينو وشركة تيفاني لصناعة المجوهرات، وملكية حرة لقرية لندن الأولمبية في شرق العاصمة البريطانية، وأسهما في مصرف باركليز البريطاني، والثكنات العسكرية التابعة لحرس الملكة سابقا والتي اشترتها شركة الديار، ومشروع ساوث هوك في ويلز لاستقبال الغاز القطري، وجزءا من أسهم شركة الغاز الوطنية البريطانية. فرنسا احتلت المرتبة الثانية في استثمارات قطر بإجمالي 25 مليار دولار، وتوزعت على حصة في شركة توتال للنفط ومتاجر لوبراتان وشراء مجموعة لوتانور للصناعات الجلدية، وحصصا في مجموعات مدرجة في بورصة كاك 40 مثل مجموعة توتال النفطية وفي فيندي ولاغاردير وفينسي وفيوليا البيئية. ألمانيا احتلت المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات القطرية ب 25 مليار دولار موزعة على حصص في شركة فولكسفاجن أكبر منتج للسيارات في أوروبا وشركة سيمنز لهندسة الإلكترونيات وشركة الإنشاءات الألمانية العملاقة هوكتيف. في المرتبة الرابعة حلت الولايات المتحدة باستثمارات بلغت 11 مليار دولار مرشحة للزيادة إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات قادمة، وقد استحوذ الجهاز على نحو 10% من شركة إمباير ستيت رياليتي تراست المالكة لمبنى إمباير ستيت. ويعد جهاز قطر للاستثمار رابع أكبر مستثمر في المباني الإدارية في الولايات المتحدة، واستحوذ الجهاز على مشروع واشنطن دي سي التابع للديار القطرية ب 700 مليون دولار. استثمارات الجهاز في آسيا هي الأبرز، حيث تعد آسيا الموطن الجديد للاستثمارات القطرية، فالجهاز أعلن نيته استثمار ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى 6 سنوات وتوسيع مكاتبه في بكين ونيودلهي. وقد اشترى الجهاز برج آسيا سكوير في سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة عقارات إدارية في سنغافورة، ويملك الجهاز حصة بنحو 13% في البنك الزراعي الصيني، وهو من أكبر بنوك الصين. وأخيرا روسيا، والتي بدأ التعاون الاستثماري بينها وبين قطر في العام 2013 عندما اشترى صندوق الثروة السيادي أسهما بقيمة 500 مليون دولار في بنك في تي بي ثاني أكبر مصرف في روسيا. وفي نهاية العام الماضي توج التعاون بين البلدين بمشاركة قطر في خصخصة أسهم شركة روز نفط المملوكة للدولة مقابل 10.5 مليار يورو، وتعد هذه الصفقة التي ستدر نحو 11.4 مليار دولار للميزانية الروسية الأكبر في تاريخ روسيا وفي سوق الطاقة العالمي خلال العام 2016. دبلوماسية متنامية واقتصاد قوي، كلمات السر في خلطة الاستثمارات القطرية والتي بات تأثيرها واضحا في المنظومة الاقتصادية العالمية، والتي تعتبر قطر حليفا وشريكا استراتيجيا بالأمس والآن وفي المستقبل.